السلام عليكم. دي مراجعة للعمليات المتكاملة مع البيم، فده عملية جامعة سميثسونيان. بيقول إن هو قبل ما تبدأ البروجكت بنضيف للسكوب أوف ورك البيم لانجوج، وبعد كده أول ما بنبدأ نشتغل بنحدد المتطلبات اللي الملك محتاجها، تمام، اللي هي في الكود البريطاني بنسميها الـ EIR. بنقعد مع الملك ونفهم هو عايز ايه بالظبط، وبعد كده بنعمل بروجكت كيك اوف ميتنج. بيبقى قاعدين اطراف المشروع وبنتفق على المشروع ده هيتعمل ازاي والبيمكشن بلان الخطوات الاساسيه بتاعتها ايه، وبعد كده بنعمل سكادول ديفلوبمنت، تمام، اللي هي التسليمات هتبقى امتى ودرجات ال ODI ليفل اوف ديتيل هتبقى عامله ازاي، وبعد كده بنبدا نفحص المشروع، وبعد كده السكيماتيك ديزاين سبميشن، وبعد كده الريفيو بنراجع على الشغل، وبعد كده بنعمل ديزاين سبميشن 35%، تمام، بنزود القوة اللي حصل بعد كده. انت كل مرة بتبعت التسليمة بس بيبقى نفس التسليمة اللي فاتت وعليها إضافات لحد ما توصل ان انت تسلم 100% فاينل، وبعد كده ده خلاص التصميم خلص. فبتدخل بقى في مرحلة الكونستراكشن، فبتبقى عارف ايه المطلوب بالظبط في شغل البيم، وبننقل البيم موديل للكونستراكشن مانجر بحيث يقدر يستفاد منه. دي مهمة جدا ولازم تتم بدقة وما يبقاش في أثناء النقل حاجة نقلت غلط أو في نقص. وبعد كده نعمل كونستراكشن كيك أوف ميتنج، وبعد كده نعمل سكادول ديفلوبمنت هنطور الشغل ازاي لأن ممكن يكون في اختلافات، تمام. وبعد ما تخلص خالص بقى انت المفروض بتقفل المشروع، فبتعمل اكسبورت للاسيت داتا كسكادول، وبتعمل بتزود لو في زياده للال او دي زي ان انت تزود مثلا فابريكيشن او تحط المعلومات دي في قلب اللوح شوب دروينج، تطور من الموديل بتاعك، وبعد كده بتبدا تسلم بقى اللوحه بتاعتك ال 3 دي، بتسلم الكاد فايل، بتسلم الاي اف سي، بتسلم ال 3 دي سكان، الار اف اي، شوب دروينج، الصور، كل الحاجات دي تسلمها عشان نبدا نشتغل في موضوع الاوبريشن. فالورقه دي بتحدد الفلو تشارت او بتحدد مسار التكامل مع البيم، ومحدد لي برضو بعض الكتب اللي انت ممكن تساعدك في الموضوع دوت، تمام. يعني بقول لك لو انت شغال في النقطه ديت ايه هتحتاج الكتاب دوت، لو انت محتاج شغال في النقطه بي هتحتاج الكتاب دوت، وكل واحد فيهم لو دوست عليه بيبدأ يفتح لك الكتاب تقدر تشوفه عادي. فبتلاقي الأكواد تقدر تحملها وتشتغل بيها زي ما انت عايز.